المياه الفلسطينية. توقيع هذه المذكرة لم يأتي يعني من خلال عمل بسيط، كان في هناك عمل كبير امتد لعدة سنوات وتوج في النهاية بهذه المذكرة التي لها علاقة بمجموعة من القضايا، سواء فيما يتعلق في موضوع محطة الصرف الصحي اللي تم توفيرها لجامعة خضوري وهي بتمويل من الحكومة النمساوية من خلال المشروع النمساوي في قطاع المياه، وأيضا سيكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى التدريب وعلى مستوى الخريجين جامعة خضوري، بحيث أن يكون هناك استخدام، لأنه في هناك 5 تكنولوجيا بتم استخدامها لمعالجة المياه العادمة في هذه المحطة، وهذا غير موجود حتى على مستوى المنطقة هنا. بالتالي سيكون الخريج لديه المعرفة والدراية الكافية في مجال الصرف الصحي، في مجال الحصول على مواصفات المياه المعالجة حسب المعايير الدولية، ونحن ما نأمل له أيضا أن نصل كما وصلت العديد من الدول بأن معالجة هذه المياه لا يعني تكون على مستوى يمكن إعادة استخدامها للشرب، كذلك عملية المعالجة أن لا يكون في هناك أي آثار سلبية لمعالجة مياه صرف صحي عندما نستخدم هذه التكنولوجيا في أي من محطات الصرف الصحي على المستوى الوطني، وبالتالي لا يكون أيضا في هناك انتشار للروائح الكريهة كما يشكو العديد من السكان في المناطق. وأيضا هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون في مجال التدريب المشترك، وأيضا توفير منح لموظفي سلطة المياه للقيام بالدراسة، وخاصة الدراسات العليا والبحثية في جامعة خضوري، إضافة إلى التعاون بكل ما من شأنه أن يطور قطاع المياه في فلسطين ويعود بالفائدة أيضا على الخريجين وعلى المستوى العلمي والبحثي بشكل عام. نحتفل في هذا اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم ما بين جامعة فلسطين التقنية وسلطة المياه الفلسطينية. هذه المذكرة تتضمن التعاون في مجالات متعددة تهدف إلى تطوير قطاع المياه والنهوض به، كذلك سنقوم بافتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي، هذه المحطة التي نفذتها الجامعة بتمويل من سلطة المياه، والتي تحتوي على تكنولوجيا متعددة لمعالجة المياه، وهي هذه المحطة الوحيدة على مستوى فلسطين ومستوى الوطن العربي، وسنعمل على تسخيرها لإجراء الأبحاث الخاصة بمعالجة المياه العادمة، ومن ثم استخدامها في تطوير القطاع الزراعي، استخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي.